وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوع رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب عده كفاءات في عده مجالات. رحبوا معي بضيوف حلقتنا لليوم وهو السيد عمار البندور والسيد احمد السويدي. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا بكم برنامجنا الاسبوع رواد النجاح. خلينا نتكلم شويه عن بدايه حياتكم المهنيه. بدايه مع السيد عمار البندور، خبرني اكثر عن بدايه حياتك. والله بدايتي كانت كنت انا داوم في بنك دبي تجاري كريليشن شيب اوفيسر، وصديقي احمد يعني من تقريبا نحن الحين كملنا 13 سنه اصدقاء، كان يجرب منتج، وبعدها يعني الفتره طويله يعني كان يجرب يعني، وقال لي خل نفتح مشروع. انا مالي في السيائير يعني، ما يخصني في السيارات. يعني انت كنت مجال ثاني؟ انا مجالي فيديو جيمز هالسوالف. يو قال لي خل نفتح مشروع، وانا قلت يعني ليش لا، يعني مع ان ثقتي في صديقي يعني موجوده، وقال لي ان المشروع اكيد بيكون ناجح 100%. قلت خلاص ان شاء الله. فاجتمعتوا وفتحتوا بزنس مع بعض؟ اجتمعنا وفتحنا الحمد لله بزنس، الحين 5 شهور فاتحين. طيب نرجع شوي للسيد احمد السويدي، خلينا نتكلم شوي على بدايه حياتك المهنيه. والله مثل ما قالت اخوي عمار، نحن بدينا تقريبا من 2018 الموضوع كنيب برودكت حق الامارات، شيء يعزل الحر. طيب كيف فكرتوا مثلا انكم تفتحوا البزنس هذا؟ درجه الحراره وايد عاليه في الصيف عندنا في الامارات. التست مالي كان ان اجيب برودكت مش موجود هنا في الامارات عندنا، اجيبه من برا واضرب عليه تست. حاليا تقريبا انا كنت تقريبا ضارب مال 8 أو 9 برودكتس جبتهم الامارات، وسويت تست انا وكم واحد من ربعي نشوف هل هالموضوع بيمشي او لا. والحمد لله انا كملت سنه في هالموضوع ان اشوف انه هل اقوى برودكت يكون موجود عندي انا ولا لا في السوق. طيب سيد احمد، بما انه انت اخترت مثلا عالم السيارات بكل خدماتها، انت كان عندك شغف صح او هوايه؟ اي نعم. من الصغر؟ من الصغر. طيب خلينا نتكلم شوي، بما انه انتم اجتمعتوا ما شاء الله وفتحتوا بزنس مع بعض، خبروني اكثر عن الخدمات التقنيه. الخدمات اللي نقدمها حاليا عندك المخفي، البولش، الكار فويل، تغيير لون السياره، والبينت بروتكشن فيلم، الفويل الشفاف مثل ما تقولين اللي يحمي السيارة، يحمي طبقة الصبغ. وإن شاء الله يعني خلال 2-3 شهور بننتقل للسيراميك لأكثر يعني، والريكار ريستوريشن من داخل. إن شاء الله هاي من ضمن رؤيتكم المستقبلية. نعم. طيب سيد أحمد، بما أنه تكلمنا شوي الحين على الخدمات، أكيد معظم الشركات مثلا بتسوي نفس الخدمات، بس في شيء كل شركة بيميزها عن باقي الشركات المنافسة لها، شو الشيء اللي بيميزكم أنتم مثلا؟ نحن طبعا قبل أن نجيب البرودكت هني المحل ونعرضه على الناس، نحن ناخذ تقريبا من 3 أشهر إلى 6 أشهر بس نختبر هالبرودكت، هل بيمشي في السوق، هل هو زين حق الناس. يعني في ناس يقولون ان هذا المنتج، يعني مثلا في كذا محل يعلن ان هذا المنتج عنده وهو اقوى شيء في السوق، وطبعا انت كشخص عادي بتسير هناك المحل بتشوف هل هو بيمشي هالموضوع او لا. من تسير تسوي هالشيء عندهم في المحل يطلع مش المتوقع اللي انت حاطنه في بالك، وطبعا تتضايج من هذا الموضوع وكل شيء. فنحن دوم نسوي تيست قبل لا نسوي حق الكاستمر. هاي من ضمن الاشياء اللي بتميزكم. بالنسبه للخدمات احنا تطرقنا قبل اللقاء انه عندكم خدمات ثانيه مثل المخفي وكذا، خبرني اكثر عن هذه الخدمات. والله حاليا نحن عندنا بس في المحل هالخدمه، وان شاء الله في خلال مثل ما قال اخوي عمار في خلال 2-3 شهور نحن من نوصل ان نطرش سيائر لين البيوت يسوي لهم هالمنتج. طبعا هذا الشيء يباله اكثر من 3 شهور ندرسه هالموضوع، يعني مو بان تعال وحط سياره وتصير وصل لين البيوت وخلص كل هذا. نحن ما نبغى نوصل لمستوى ان نطرش سياره لين البيت ويركبوا له المخفي او يضربوا له سواء بولش او اي شيء من اللي عندنا نحن. طيب مميزات المخفي اللي عندكم شو هي؟ عازل الحراره. أنا ما الحرارة تماماً. أنا ما أسوي كليم إن أنا أعزل الحرارة عندي هالمنتج وأنا ما يكون عندي في المحل. ف
فهذا هو اللي كان عندي انا التست اللي هو تقريبا مال سنه. انا اشوف هذا الموضوع وكنت ادرسه شفاف صح اللون؟ شفاف ملون عندي انا كل الانواع، بس انا عندي برودكت مثلا الشفاف اللي عندي اللي هو 00 انزين اللي كثير مسمع عنه هو ك 00 يعتبر. انا عندي هذا اقوى من اي منتج موجود هني كمخفي عادي لهالدرجه يعني انا تحبيه الناس يعني. نعم. رؤيتنا المستقبلية حاليا وي برانش اوت، نطلع مثلا ابو ظبي نفتح فرع. حاليا ندرس نحن بس نتوسع يعني بصورة ثانية في الامارات، في باقي الامارات حاليا تارجت ابو ظبي، ومن بعد هذا يعني نحن قلنا بنفتح مشاريع ثانية مش بس اختصاص سيارات. عندنا حاليا في الانستغرام وسناب شات زيرو ديجريز كافية. طيب خبروني اكثر عن خدمات تقدموها مثلا في الشركه. مثلا نحن اللي عندنا هنا يميزنا في الجراج اللي هو المخفي اللي نحن نيبس. نحن طبعا هالمخفي اخذناه تقريبا مال سنتين بس نضرب عليه تست هل هو بيكون عازل للحراره صدق او لا. في المينا ريجن كامل هو مش موجود، نحن نستورده من برا من امريكا، وطبعا ياخذ له وقت طويل ولازم ناخذ كميه انه لين ما يوصل هنا تقريبا شهر انه يوصل من امريكا نضرب عليه بعد تست هل هو يجوز ان نحطه على السيارات او لا. طبعا النسبه الموجوده هنا في الامارات اللي تسمح لنا ومن هالقبيل. وطبعا نحن عندنا خطط مستقبليه واللي عند عمار. الخطط المستقبليه طبعا ان نكمل نفتح اول شيء فرع في ابو ظبي، وبعدين يكون مثل يعني الجراج خلاص يعني ما يكون مثل ما تقولين للضرورة، الخدمات الإضافية بتكون في البيوت مثلا نيجي لين البيت نركب لك المخفي نسوي لك البولش، هذا كله يعني حاليا ندرسه مع يعني خدمات سيراميك كار ريستوريشن من داخل. دامنا نحن في دبي استوى الحظ نظام التعقيم كان 24 ساعة، وتكلمنا مع دار الاقتصادي ان هل نقدر نفتح المحل او لا، قالوا لنا ترومون تفتحون المحل بس يعني ان مدام نظام التعقيم الوطني كان 24 ساعة كنا نطرش سيارة لبيوت الناس الريكفري تشل السيارة وتجيبها لهني للمحل. لا لا يتصلون ياخذون مواعيد وبس. وطبعا الاسعار كانت لين الحين الاسعار بريميوم يعني منافسه في السوق. كلمه منافسه شوي يعني خفيفه على الكلام على السعر يعني الحين اذا بتصيرين اي محل ثاني نفس البرودكت اللي عندنا ترومين تلقين بدبل السعر. طيب بالنسبه سيد عمار بما انه تكلمنا شوي على الاسعار وكذا والشيء اللي يميزكم، سيد احمد شو الشيء او شو السبب مثلا انكم تنزلوا على الاسعار كذا؟ هي الصراحه بدايه المشروع هي مش كانت عسب ان نحن نحصل فايده، هي كانت بدايه ان الدوله وايد حاره، دوله الامارات هي وايد حاره طبعا الخليج كامل،
نحن جبنا هالمشروع عشان نفيد الناس. نحن مو جايين ندور شيء ورا استثمار او شيء من هالقبيل، نحن جايبين هالمشروع اللي هني انه هو هالمخفي العازل بس بنفيد الدوله لانه وايد حاره. أول شيء نعمة الأمن والأمان مثل ما تشوفون نحن حالياً في أزمة، والحمد لله يعني في الإمارات ترومين تقولين تعديناها وبكل سهولة الحمد لله. تعتبر دولة عالمية يعني. نعم نعم، وترومين تقولين يعني إن أفضل الدول يأخذون الإمارات كقدوة في هالأزمة، والحمد لله يعني ان هاي من اكبر نعم الامن والامان عندنا في الامارات. هذا بيرفع القياده رشيده في الامارات. وشكرا للقياده الصراحه. اقدم تحيه شكر لكل شيء في الامارات. نعم. في الختام فيكم نقدم رساله شكر لانسان عزيز عليكم، انسان كان داعم لكم في فتره حياتكم بدايه مع سيدنا. انسان دعمني في حياتي المهنيه من بديت عندك اخوي الكبير وامي وابوي طبعا. هالثلاث أشخاص يعني الصراحة يعني ما دعمهم ما يوقف معنوياً ومادياً، يعني صراحة ما قصروا. الدعم المعنوي يحفز أكثر من الدعم. نعم 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 نعم، و يعني طول حياتي أنا ممنون لهم. إن شاء الله توصل لذلك. شكرا. إن شاء الله. رجوعاً إلى سيد أحمد فيك تقدم رسالة شكر لإنسان عزيز عليك وإنسان كدعم لك. والله أنا أشكر الصراحة أهلي وقفوا وياي، أمي وأبوي دعموني مادياً ومعنوياً في هذا المجال، وأشكر مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب أن قدموا كل التساهيل أن نحن نوصل لهالمستوى اليوم في الإمارات. إلكم التوفيق سيد أحمد وسيد عمار، وإن شاء الله تتوسعوا إن شاء الله في مجالات ثانية إن شاء الله. شكرا لكم على حسن استضافة فريقنا ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم. في الختام شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، واللقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة. دمتم في أمان الله.